بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أغلى متابعين على قناتي دروس إكرام التعليمية. في فيديونا لليوم سنتناول اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية للسنة الثالثة متوسط. لنبدأ على بركة الله بالفيديو. قبل البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس التنبيهات وتتركوا لي تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو حتى أجيب عنها حول الموضوع أو حول الدراسة أو حول أي درس لم تتمكنوا من فهمه. لنبدأ على بركة الله بالفيديو، أي الموضوع هذا للاختبار. الجزء الأول، الوضعية الأولى، حرف ما يلي: التعاون الدولي والجنسية. الوضعية الثانية، اليونسكو واليونيسف إحدى المنظمات العالمية ذات الطابع الثقافي والإنساني. اشرح كلمتي اليونيسف واليونسكو. بين جهود الجزائر ومساهمتها في المنظمتين، الاكتفاء بذكر اثنان. الوضعية الثالثة، إليك المنظمات التالية، صنفها في الجدول: جامعة الدول العربية، هيئة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، منظمة الصحة العالمية، منظمات دولية ومنظمات إقليمية. الجزء الثاني، السياق: حضرت محاضرة بعنوان رعاية الطفولة وما جاء فيها أن أطفال الدول النامية يعيشون الفقر والأمية والأمراض. قد ساهمت منظمتي اليونسكو واليونيسف في التخطيط من ذلك. في نهاية المحاضرة قررت أن تبحث أكثر عن مهام وصلاحيات هاتين المنظمتين. السند واحد، تأخذ اليونسكو على عاتقها الإسهام في رفع مستوى التعليم والقضاء على الأمية. السند اثنان، تنشط اليونيسف في أكثر من 190 دولة لمساعدة الأطفال، وهي أول من اللقاحات في العالم بالنسبة للدول النامية. من الكتاب المدرسي. التعليمة، اعتمادا على ما درست وعلى السندين، اكتب فقرة من 12 سطرا تبين فيها ما جاء في بحثك. الجزء الأول، الوضعية الأولى، التعاون الدولي، هي الجهود المبذولة في مجال التعاون بين الدول العالم من أجل الأمن والاستقرار. الجنسية، هي انتماء الشخص للوطن الذي يعيش فيه، نتائج أعماله وتصرفاته. الوضعية الثانية، اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم. اليونيسف هي منظمة الأمم المتحدة لحماية الأمومة والطفولة. اثنان، جهود الجزائر في منظمتي اليونيسف واليونسكو: تعزيز التنوع الثقافي، إدراج القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية. الوضعية الثالثة، منظمات الدولية، هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العامة، جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بالنسبة لمنظمات الإقليمية. الجزء الثاني، والوضعية الإدماجية، كتابة فقرة من 12 سطرا تتضمن دور منظمتي اليونيسف واليونسكو واختصاصاتها مع تعريف بسيط. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك، وإلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة، باي.